بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. معنا سؤال من إحدى الأمهات بتطلب الاهتمام بابنها إن هو شماس صغير جديد وعايزاه دايما يصلي في الهيكل. وأنا بشكر الأم دي على اهتمامها بابنها، بس أنا عايز يعني أوضح حاجة صغيرة كده ليها ولكل الأمهات يعني اللي معانا. يعني احنا بنهتم فعلا بأبنائنا الشمامسة وبنشجعهم ان هم يبقوا شمامسة ونخليهم يلبسوا شمامسة ونرسمهم وهم لسه صغيرين عشان يتعلموا. واهم حاجة ان ابننا الشماس ده هو يتعلم بالإضافة للألحان والمردات القداس سواء في الهيكل او بره الهيكل، نعلمه ان المردات دي عبارة عن ايه، نشرح له فهمه ان المردات دي عبارة عن صلاة احنا بنصلي، يعني الاصل في المردات دي عبارة عن صلوات ملحنة بالموسيقى الروحانية بترفع مشاعر ووجدان الناس الى حالة الاحساس بالوجود في حضرة ربنا. ده الهدف من الصلوات الملحنة الجميلة، وبتعزي الإنسان وتفرحه وبتنقي حواسه وبتدخله في حالة روحية بيسلم فيها بقى نفسه ويسلم إرادته لربنا وللروح القدس إنه يقود كل حياته. واخدين بالكم؟ فتعليم أبنائنا الألحان دي حاجة مهمة، لكن الأهم منها إن إحنا نعلمه إزاي يصلي بالألحان وإزاي يأديها بطريقة روحية عشان تجيب الغرض منها. يعني الغرض من المردات مش مجرد ان سمعنا صوته الجميل ولا حفظه الممتاز ولا يعني يخطف الابصار والناس تسقف له لا، الهدف انه يتعلم ان دي صلاة ترفع حياته الروحية. واخدين بالكم؟ حكاية بقى ان ابنائنا يلبسوا في الهيكل ولا يقعدوا في اول صف ولا مين يشيل الايقونة بتاعت القيامة او يلف يشيل الصليب الكبير في الدورة او مين يقرا الانجيل بتاع ليلة العيد او الحاجات دي كلها عبارة عن تأكيد للذات البشرية، دي ملهاش علاقة بالخدمة وبالصلاة وبربنا خالص. دي بعض الاحيان الطفل لو ما خدهاش تبص تلاقي يتقلب الى النقيض، ممكن بقى يبتدي يغضب ويزعل ويخطئ بلسانه وممكن يوصل لمراحل يقول لك انا مش هاجي الكنيسه تاني، وبيحصل. فطبعا احنا مش عايزين نوصل ابنائنا للحكايه ديت، يعني دي خطر. احنا بنحبهم نشجعهم، لكن نعلمهم الصح انهم يؤدوا الالحان او الصلاه زائد الفضائل المسيحية، إنكار الذات، تقديم الآخرين على نفسه. أنا كان بيعجبني بعض أولادنا الشمامسة مثلا لما أقول له تفضل أنت يقرأ الإنجيل يقول طب أنا ما عنديش مانع بس فلان بيقرأ أحسن مني خليه هو يتفضل يصلي، يقدم الناس على نفسه، يرجع لورا، ينبغي أن هذا يزيد وأني أنا أنقص. واخدين بالكم؟ وبعدين مش لازم يقول اللحن بالصوت العالي في الميكروفون، يعني بعض الشمامسة يهمهم جدا انه يستغل الميكروفون، ياخد الميكروفون لمصلحته مش عايز يديه لحد، يقعد هو طول الصلاة ماسك الميكروفون ما يسيبوش لحد. ده طبعا مش حلو مش صح. فاحنا ما نعلمش ابننا انه يمسك الميكروفون، نعلمه انه هو يصلي حتى لو بصوت هادي محدش يسمعه بس هو بيصلي، نعلمه ازاي يصلي مش ازاي يتسابق على خطف الميكروفون. نعلمه ازاي يصلي بقلبه، من قلبه كده يقف في هدوء ويصلي، ونخلق منه شماس ولكنه شماس روحاني يتربط بالكنيسة والمسبح طول عمره، عمره ما يسيب خدمته في الكنيسة، يبقى زي كده عمود، زي لمبة منورة جميلة في الكنيسة. واخدين بالكم؟ لكن صراع بقى التهافت على انه يقف في الاول او هو اللي مش عارف يصلي في الهيكل او هو يقرا الانجيل بتاع ليله العيد او هو، وبعدين نجيب بقى تبص الصور كترت بقى والفيديو عمال لقطات الفيديو وهو بيقرا الانجيل، وبعدين لو ما عملناش كده الناس تزعل
وتقول ده انتوا بتفرقوا في المعاملة بين الشمامسة ده، ونعلم أولادنا الرياء والعجب بالذات، ويبقوا شمامسة بس متعجرفين متكبرين حاسين بذواتهم، ودي حاجة مش حلوة، لأن كل اللي بيتربى بالشكل ده في أول فرصة بيهرب من الكنيسة ويختفي وما نشوفوش تاني، واخدين بالكم؟ لكن احنا يهمنا نعلم أولادنا الروحانية، يبقوا عندهم طاعة عندهم خضوع، إنما لو اتعطبوا في سن مبكرة كده بيعجزوا ويبقوا يعني عواجيزهم في سن الظهور الأطفال الصغيرة، وفي أول فرصة بيهربوا من الكنيسة بسبب التوجيه الخاطئ. الأفضل إن أبنائنا يتعلموا الفضيلة والمبادئ الروحية مع الألحان، زائد إنهم يتعلموا الطاعة والخضوع للمشرفين والمعلمين في، يعني كل شماس له معلم بيسلمه الألحان وبيدربه إزاي يبقى شماس كويس. فناخد حذرنا الشديد إن ما ننتقدهمش قصاد الأولاد أبنائنا، واخدين بالكم؟ يعني لو ابنك اشتكى ان المدرب بتاعه في الشموسيه بيزعله ولا مش فاهمه ولا ما بيديلوش حقه ولا بتاع، اوعى تتعاطف مع ابنك وتقعد تتكلم غلط على المدرب اللي بيعلمه، بالعكس دايما تعال على ابنك دوس عليه عشان يسمع كلام المعلم بتاعه، ولو ليك ملاحظه روح بينك وبين المعلم وقولها له هيستجيب، ولو ما استجابش اوصل للكاهن وقول له في ملاحظة كذا، لكن ما تجرحش صورة المعلم قدام ابنك وما تتدخلش في شغله. يعني برضو بعض الآباء تبص تلاقي يروح للمعلم ويقول له انت لازم تدي ابني مش عارف ايه ولازم تدخله فين، انت مالك؟ سيب المعلم يوجهه بما تناسب امكانياته ويناسب طاقته، ونراقب تصرفات أبنائنا ونلاحظ بقى هل حفظهم في الألحان مرتبط إن هو عندهم نمو في الصلاة وفي قراية الإنجيل وفي سلوكهم منضبط والعبادة بتاعتهم سليمة، ولا الحكاية مسألة مسرحيات بنعملها ونروح؟ ما ينفعش، يعني لازم حفظه للألحان والصلاة بتاعه يبقى منضبط بسلوكه في البيت وسلوكه في المدرسة وطاعته لأسرته لوالديه ولمدرسيه في المدرسة وانتظام حياته عموما. يعني ما نفرحش بأن هو بيقول بردات في الكنيسة وهو في المدرسة بيشتكوا منه مثلا، ما ينفعش، لازم يبقى سلوكياته مظبوطة. ربنا يحافظ على أولادنا ويبارك فيهم. شكرا.